أمام العلن وعدسة العالم تلقى خبير الأوبئة الأمريكي واللي أصبح يعرف بدكتور أمريكا وأبرز وجوه كورونا الدكتور أنتوني فاوتشي أول جرعة من لقاح موديرنا المضاد لكورونا. واعتبر فاوتشي أنه تلقي اللقاح بشكل علني يشجع الناس على الموضوع. كمان عبر فاوتشي عن ثقته التامة في سلامة اللقاح وفعاليته. I feel extreme confidence in the safety and the efficacy of this vaccine, and I want to encourage everyone who has the opportunity to get vaccinated so that we could have a veil of protection over this country that would end this pandemic. وبالمناسبة أول شحنة من موديرنا ضمت 100 جرعة لقاح، وفاوتشي والمسؤولين اللي كانوا معاه مثل مثلا وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي أليكس عزار هم فعليا أول شخصيات بارزة بتتلقى أول جرعة من اللقاح اللي تم تطويره من قبل المعهد الوطني للصحة، وبيتطلب مثله مثل أي لقاح ثاني جرعتين على فترتين لتحقيق أقصى قدر من الفعالية والتأثير. وللعلم بقية المسؤولين زي جو بايدن قبل أيام فضلوا أخذ لقاح فايزر اللي بيختلف عن موديرنا في عدة أمور. باختصار نقدر نقول إنه هذه الأمور هي أو الاختلافات يعني هي تنوع المتطوعين والتكلفة وطريقة تخزين كل لقاح.